مصلحة الاستعجال مستشفى الزيوشي محمد بطولقة ببسكرة بعث الجديد بعد معاناة تم تهيئة كاملة وتجهيزات جديدة للمصلحة تمكن الأطقم الطبية والشبه الطبية من العمل بأريحية. هي تجهيزات تخص مختلف مرافق المصلحة من أشعة حتى غرف العمليات بمواصفات عالية الجودة. ودعمنا بتجهيزات طبية والحمد لله كما راكم تشوفوا من أسرة من اللي مونيتير ديسكوب من الإلكتروشوك من الليكوغرافي، هذه التجهيزات اللي دعمنا بها ومشكور للسيد الوالي. يعني كاين 11 البلدية وزوز دوائر يعني راح تقدم خدمات وراح تكون إن شاء الله خدمات عمل رقمنا إن شاء الله الجديدة هذه إن شاء الله رانا راح تكون تقدم المريض كما نقولوا أحسن خدمات. كل هذا كان بتنسيق من والي الولاية ورجال أعمال قدموا هذه التجهيزات خدمة للصحة العمومية. الحمد لله اليوم رانا افتتاح مصلحة الاستعجالات الطبية كما وعد سيد الوالي سابقا بتحسين الظروف الصحية للمستشفى والظروف العمل للقائمين عليها ولتحسين الصحة للمواطن وعلى ما كانت عليه من قبل. الحمد لله المبادرات الوالي بدأت في الواقع كما نقولوا جهزنا ليرجونس البنيه تاع معليش اللي يخصونا اطباء اخصائيين ان شاء الله بشويه تتكمل ان شاء الله وماذا بنا الوالي ديما زيارات فجائيه. ويبقى غياب بعض التخصصات الطبيه الشغل الشاغل للساكنه خاصه وان المصلحه تستقبل اعدادا من المرضى تفوق طاقتها.